السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا في فيديو جديد. معكم أحمد أسامة من ماركت لاب. هنستكمل تحليلاتنا بالنسبة للمؤشر العام للسوق السعودي، واللي كنا الحمد لله متوقعين حركته بشكل كويس على مدار الفترة الأخيرة بعد الهبوط للمستويات اللي توقعنا منها الارتداد والصعود اللي بالفعل هبط لها وصعد وحدثناه مرة أخرى وصعد لهدفنا الأول ولمسه اللي هو مستويات ال 12925، وشفنا إغلاق اليوم حول مستويات ال 12875. فيا ترى في الوقت الحالي المؤشر العام للسوق السعودي هيتوجه لفين؟ خلينا نكون محددين في البداية ان احنا حددنا هدف النصف الاول من عام 2022 حول مستويات ال 13418 او ربما اعلى من ذلك، لكن حتى الان ما زال هدفنا بالنسبة للمؤشر العام هو ال 13412. لكن في البداية عشان يكون عندنا الطريق ممهد لاستكمال الصعود، لازم نشوف خلال جلسة الغد اختراق لمستوى ال 12925 والاغلاق اعلى. اذا جلسة الغد هي جلسة فاصلة بالنسبة لنا وبالنسبة للمؤشر العام للسوق السعودي، هي اللي هتحدد لنا الحركة خلال باقي تداولات الأسبوع. شفنا خلال الأيام الأخيرة امتصاص للموجة الهابطة، كان عندنا موجة هابطة من ال 12923 تم بيها إعادة اختبار المستويات او عدت اختبار مستويات التجميع عند مستويات ال 12368، ثم بدأ الصعود. حاليا الامتصاص كان سريع جدا، شفنا الصعود على مدار 3 شمعات فقط بعد ما كان عندنا هبوط تقريبا على مدار 5 او 6 مرات، فبالتالي تعتبر الحركة الامتصاصية الصاعدة ممتازة جدا جدا في الوقت الحالي. اعتقد ان احنا خلال جلسة غد ان شاء الله هنبتدي نستهدف او نتخطى ال 12925. ما انصحش بزيادة الكميات في الوقت الحالي الا لما نشوف ان المؤشر بيقدر يغلق اعلى ال 12925، وقتها يكون عندنا فرصه جيده جدا لزياده المراكز الشرائيه بالنسبه لنا على الاسهم اللي هنتكلم عليها في الفيديوهات الجايه باذن الله لبدايه استهداف مستويات ال 13418. الوضع الحالي طبعا بيدعم عمليه الصعود، التوترات الموجوده وارتفاع اسعار النفط المتوقعه الفتره اللي جايه، خاصه بعد تعليق عمل بعض الشركات عملها في روسيا خلال الفتره القادمه. هي هتستمر في الاعمال حاليا لكن لن تتلقى اي اعمال او مشاريع جديده خلال الفتره اللي جايه، وبالتالي هيكون عندنا ضغط على اسعار النفط بيدفعها الى الارتفاع، وبالتالي ارتفاع السوق السعودي وقطاع الطاقه بشكل عام زي اللي بيحصل منذ بدايه الازمه الروسيه الاوكرانيه. فبشكل عام اعتقد المؤشر هيستكمل صعوده خلال تداولات باقي الاسبوع، لكن عشان نطمئن اكتر هننتظر اختراق ال 12925 خلال جلسه الغد. لو في اي استفسار بخصوص سهم معين تقدروا تسيبوه في الكومنتات، وللتواصل هتلاقوا اللينك موجود اسفل الفيديو. كان مع حضراتكم احمد اسامه من ماركت لاب، والسلام عليكم.